جميعا، أهلا بكم إلى الأخبار. مكنت السلطة الأمنية التلفزة الوطنية حصريا من صور عدد من الموقوفين الضالعين في أحداث الشعامبي، وقد أثبتت الأبحاث الأولية اعترافات الموقوفين بضلوعه في عمليات خطيرة، منها الاعتداء على العربة العسكرية للجيش الوطني وذبح الجنود التونسيين بجبل الشعامبي. وأفصح المعتقلون عن حقائق حول اغتيالات سياسية وأحداث أخرى جدت بتونس، وتنتظر التلفزة الوطنية الإذن من حاكم التحقيق لبث معلومات أخرى.